يا للحزن ويا للألم للمرة الثانية، ونقول مع قناة الملكة والأمير، إن كنت أول مرة تشاهدنا وعجبك الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة. للمرة الثانية اختفى المسيحية كريستينا صلاح مختار بعد عودتها لأسرتها. بعد أن عادت لأسرتها في شهر فبراير الماضي، فوجئ الجميع باختفاء الفتاة المسيحية كريستين صلاح مختار، بالرغم من أن والدها ترك مركز ملاوي محافظة المنيا إلى محافظة أخرى. وفي يوم الأربعاء صوم الرسل، اختفت كريستينا صلاح مختار أثناء تواجدها في الشارع لشراء بعض مستلزماتها. يوم السبت الموافق 22 من يونيو، ومنذ ذلك الوقت والدها يبح عنها دون جدوى. الجدير بالذكر، الجدير بالذكر أنه في أواخر يناير الماضي نشر صفحات أجروبات المسيحية عن وقعة اختفاء الفتاة المسيحية كريستين صلاح مختار اسكندر، تاريخ ميلادها 22/11/2004، بطاقة رقم قومي 30411، ثلاث اثنينات 40/38/25، من مواليد عزبة سيف النصر الغربية مركز ملوي محافظة المنيا، سنها 19 سنة يا ولاد. تغيبت منذ السبت الموافق 20 يناير 2024، كانت تدرس في الصف الأول من هذا الخدمة الاجتماعية بمحافظة إنا، وتقيم بشقة للمضاربات تابعة لعائلة قبطية بإنا بجوار معهد بتاعها. وفي صباح يوم السبت 20 يناير 2024، ذهبت كريستينا صلاح مختار أيضا للامتحان ولم تعد في الموعد المحدد كالعادة لرجوع البيت المغتربات الذي تكون فيه. فقامت المشرفة المسؤولة عن بيت المغتربات بالاتصال بها لمعرفة سبب تأخرها ولم ترد عليها. قامت المشرفة وقتها بالتواصل مع أسرتها لإخبارهم بالأمر، وحضر بالفعل محافظة إنا وقاموا على الفور بتحريم محضر إداري وحمل رقم 421/2024. ومن خلال تفريغ الكاميرات بالأماكن التي وجدت فيها فوجدوها قد حضرت إلى لجنة الامتحان وأدت الامتحان، وبعدها خرجت من مبنى المعهد ثم اختفت. بعدها تداول نشاط على شبكة التواصل الاجتماعي صورة لشهادة إشهار إسلام الفتاة المسيحية المختبية كريستين صلاح مختار اسكندر، كما تداول مقطع فيديو لوالد الفتاة المسيحية المختبية كريستين مختار صلاح أو كريستين صلاح مختار اسكندر. الفتاة المسيحية المختبية يؤكد فيه أنه تم اختطاف نجلته وأنها لم تختفي بإرادتها. وقال إن ضابط قسم المزاوي أكد له أثناء تقديمه بلواغ بأن مفيش حاجة اسمها بنت مخطوبة، البنات بتمشي بمزاجها، وإنه يستغيث برئيس الجمهورية ووزير الداخلية لتدخل الأمر. يا وحسرته وحسرته وحسرته، الحقيقة فيه الله أعلم. وأيضا اختفاء الفتاة المسيحية جوليانا عايد عازف في ظروف غامضة. نشر شقيق الفتاة المختبية جوليانا عابد عاجل الفتاة المسيحية المختبية نداء عاجل واستغاثة إلى مقامة السيد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، قائلا هي أختي جوليانا عايد متغيبة من يوم الثلاث الموافق 7/9 منذ خروجها من منزلها، أو 9/7 عفوا من منزلها بالنزهة الجديدة 2 متجهة لمنزل خالتها بالخصوص، مع العلم أنه تم التوجه إلى قسم شرطة الخصوص الذي رفض بظهور تحرير محضر لعدم اختصاصه، حيث أنها تسكن منطقة النزهة 2، وتم توجهها لقسم شرطة السلام أول في اليوم التالي لعمل المحضر. وبالفعل تم تحرير عمل المحضر برقم 760/2024 باسم شرطة السلام أول، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك أو ما وفتنا بأي معلومات طوال الفترة الماضية منذ 7/9. نرجو من كل أجهزة أو 9/7 نرجو من كل أجهزة الدولة الأمنية مساعدتنا لإيجاد أختي جوليانا في أسرع وقت. اختفت جوليانا عابد عاجل لتنضم إلى مسيرتها من الفتيات والسيدات المختبيات. اختفى أيضا مريم بولس عبد الله، نشرت الصفحات والمجموعات المسيحية عن وقعة اختفاء مريم بولس عبد الله 26 سنة، ذهبت بكورس قيادة السيارات بحرية القبة الساعة 9 الصبح 23 يوليو واختفت ولم تعود إلى أسرتها نهائيا. حيث اختفت البدائل القبطية أيضا القاسم منى أشرف يعقوب 15 سنة شارع جامع الرحمة بمركز بني مزار محافظة المنيا، واختفت يوم الأحد 14 يوليو، تم عمل محضر مركز شرطة بني مزار. واختفت أيضا داليا محروس عوض، اختفت محروس عوض حيث اختفت الزوجة المسيحية داليا محروس عوض 24 سنة
متجوزه وام طفلين مختفيه من بلود. اختفاء امل سمير ام بشوي، حيث اختفت السيده امل سمير الشهيره بام بشوي السن 40 سنه، جوزها متوفي وام ثلاث اولاد، وهم كالاتي: بشوي 20 سنه، مارسيلينو 18، فابيو 15 من شبرا الخيمه. ركب التوك توك حوالي الساعه 9 بالليل يوم الثلاثاء الموافق، وبعدها تليفونها اغلق، وطلبت الصباحات والمجموعات المسيحيه اي شخص يريد التواصل معهم. احبائي واعزائي، نتمنى كل الخير للجميع، يا رب تكونوا باحسن حال واحسن سعاده، يا رب تكونوا باحسن حال واحسن سعاده. يا للحزن ويا للألم للمرة الثانية. ونقول مع قناة الملكة والأمير: إن كنت أول مرة تشاهدنا وعجبك الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة. للمرة الثانية اختفاء المسيحية كريستينا صلاح مختار بعد عودتها لأسرتها. بعد أن عادت لأسرتها في شهر فبراير الماضي، فوجئ الجميع باختفاء الفتاة المسيحية كريستين صلاح مختار، بالرغم من أن والدها ترك مركز ملوي محافظة المنيا إلى محافظة أخرى. وفي يوم الأربعاء صوم الرسل اختفت كريستينا صلاح مختار أثناء تواجدها في الشارع لشراء بعض مستلزماتها. يوم السبت الموافق 22 من يونيو، ومنذ ذلك الوقت والدها يبح عنها دون جدوى. الجدير بالذكر أنه في أواخر يناير الماضي نشر صفحات وجروبات المسيحية عن وقعة اختفاء الفتاة المسيحية كريستين صلاح مختار اسكندر، تاريخ ميلادها 22/11/2004، بطاقة رقم قومي 30411، تلت اتنينات 40/38/25، من مواليد عزمة سيف النصر الغربية مركز ملوي محافظة المنيا، سنها 19 سنة. يا ولاد، تغيبت منذ السبت الموافق 20 يناير 2024، كانت تدرس في الصف الأول من هذا الخدمة الاجتماعية بمحافظة إنا، وتقيم في شقة للمضاربات تابعة لعائلة قبطية بإنا بجوار معها بتاعها. وفي صباح يوم السبت 20 يناير 2024، ذهبت كريستينا صلاح مختار أيضا للامتحان ولم تعد في الموعد المحدد كالعادة لرجوع البيت المضاربات الذي تقوم فيه. فقامت المشرفة المسؤولة عن بيت المضاربات بالاتصال بها لمعرفة سبب تأخرها ولم ترد عليها. قامت المشرفة وقتها بالتواصل مع أسرتها لإخبارهم بالأمر، وحضر بالفعل محافظة إنا وقاموا على الفور بتحريم محضر إداري وحمل رقم 421/2024. ومن خلال تفريغ الكاميرات بالأماكن التي وجدت فيها فوجدوها قد حضرت إلى لجنة الامتحان وأدت الامتحان، وبعدها فخرجت من مبنى المعهد ثم اختفت. بعدها تداول نشاطها على شبكة التواصل الاجتماعي صورة لشهادة إشهار إسلام الفتاة المسيحية المختبية كريستين صلاح مختار اسكندر، كما تداول مقطع فيديو لوالد الفتاة المسيحية المختبية كريستين مختار صلاح أو كريستين صلاح مختار اسكندر الفتاة المسيحية المختبية. يؤكد فيه أنه تم اختطاف نجلته وأنها لم تختفي بإرادتها. وقال إن ضابط قسم مزاوي أكد له أثناء تقديمه بلاغ بأن في حاجة اسمها بنت مخطوبة البنات بتمشي بمزاجها، وإنه يستغيث برئيس الجمهورية ووزير الداخلية لتراقب الأمر. يا وحسرته وحسرته وحسرته، الحقيقة في الله أعلم. وأيضا اختفاء الفتاة المسيحية جوليانا عايد عازف في ظروف غامضة. نشر شقيق الفتاة المختبية جوليانا عابد عاجر الفتاة المسيحية المختبية نداء عاجل واستغاثة إلى فخامة السيد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، قائلا: هي أختي جوليانا عايد متغيبة من يوم الثلاثاء الموافق 7/9 منذ خروجها من منزلها، أو 9/7 عفوا، من منزلها بالنزهة الجديدة 2 متجهة لمنزل خالتها بالخصوص، مع العلم أنه تم التوجه إلى قسم شرطة الخصوص الذي رفض بظهور تحرير محضر لعدم اختصاصه، حيث أنها تسكن منطقة النزهة 2، وتم توجهنا لقسم شرطة السلام أول في اليوم التالي لعمل المحضر. وبالفعل تم تحرير عمل المحضر برقم 760/2024 باسم شرطة السلام أول، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك أو ما وفتنا بأي معلومات طوال الفترة الماضية منذ 7/9. نرجو من كل أجهزة أو 9/7 نرجو من كل أجهزة الدولة الأمنية مساعدتنا لإيجاد أخت جوليانا في أسرع وقت. اختفت جوليانا عابد عاجل لتنضم إلى مسيرتها من الفتيات والسيدات المختبيات
اختفى ايضا مريم بولس عبد الله. نشرت الصفحات والمجموعات المسيحية عن وقعة اختفاء مريم بولس عبد الله 26 سنة، ذهبت بكورس قيادة سيارات بحرية القبة الساعة 9 الصبح يوم 23 يوليو واختفت ولم تعود إلى أسرتها نهائيا. حيث اختفت البدائل القبطية أيضا القاسم منى أشرف يعقوب 15 سنة شارع جامع الرحمة بمركز بني مزار محافظة المنيا، واختفت يوم الأحد 14 يوليو، تم عمل محضر مركز شرطة بني مزار. واختفت أيضا داليا محروس عوض، اختفت محروس عوض حيث اختفت الزوجة المسيحية داليا محروس عوض 24 سنة متجوزة وأم طفلين مختفية من بلوط. اختفاء أمل سمير أم بشوي حيث اختفت سيدة أمل سمير الشهيرة بأم بشوي السن 40 سنة، جوزها متوفي وأم ثلاث أولاد، وهم كالآتي: بشوي 20 سنة، مارسيلينو 18، فابيو 15 من شبرا الخيمة. ركبت توك توك حوالي الساعة 9 بالليل يوم الثلاثاء الموافق، وبعدها تليفونها أغلق وطلبت الصفحات والمجموعات المسيحية أي شخص يريدها التواصل معهم. أحبائي وأعزائي، نتمنى كل الخير للجميع، يا رب تكونوا بأحسن حال وأحسن سعادة، يا رب تكونوا بأحسن حال وأحسن سعادة. آمين. رواد موقع التواصل الاجتماعي وصلت